السلام عليكم يا شباب، دلوقتي هنحل مع بعض مسألة 10-49. عندنا reheat regenerative Rankine cycle، مديني ال work net اللي بيطلع منها 80 ميجا وات، وبعد كده راح قايل لي ايه ان ال steam enters ال high pressure turbine عند 10 ميجا باسكال و550 سلسيس. يبقى كده ده اللي هو بيدخل بيه على التربين، وبعدين راح قايل ان هو بيطلع من التربين عند 0.8 ميجا باسكال. لما يطلع عند 0.8 ميجا باسكال شويه من الستيم هيحصل لهم اكستراكشن في البريشر ده، الانترميديت بريشر ده، ويدخل بيهم على مين؟ على الاوبن فيد ووتر هيتر. والباقي بتاع الستيم ده هيحصل له ريهيتنج لغايه 500 درجه، وبعدين يرجع يحصل له اكسبانشن في اللو بريشر توربين اللي هي هتاخد من 0.8 ميجا باسكال وتطلعه عند 10 كيلو باسكال. وطالب مننا ايه؟ ال تي اس دايجرام، الماس فلو ريت بتاع الستيم، والافشنسي. في النوع ده من السايكلز اللي هو فيه حاجتين مع بعض، يفضل انك تحاول ترسم المسألة الاول علشان تعرف تعمل الايه ال تي اس دايجرام، او تقدر تعمل حساباتك مظبوط. النوع ده يا شباب بيبقى معقد شوية عشان بيبقى فيه حاجتين مع بعض، ري هيت وريجنريتيف مع بعض، تمام؟ وبالتالي لازم قبل ما ارسم او ابدا احط شكل تخيلي للتي اس دايجرام، برسم زي فلو دايجرام كده علشان يبان الدنيا عندي. المفروض دايما برسم ببدا بالبويلر واطلع بستريم من البويلر، اوديه على التربين، وهنا التربين بتاعتي متقسمه لجزئين علشان في ريهيت هاي بريشر تربين والايه واللو بريشر تربين. بعد ما بيدخل على الهاي بريشر تربين عند 10000 كيلو باسكال و550 سلسيس، بعمل فيه ايه؟ بسيبه يحصل له اكسبانشن لغايه 800 كيلو باسكال اللي هي 0.8 ميجا، وبعدين هاخده وديه يحصل له ريهيتنج في البويلر ورجعه تاني عشان يدخل على اللو بريشر تربين. طيب وفي بقى قالك ايه؟ ان لما بوصل هنا جزء بيحصل له ريهيت، وجزء هاخده عديه بس من هنا، هاخده واوديه على الاوبن فيد ووتر هيتر. حلو. واللي بيكمل هنا لغاية العشرة كيلو باسكال بيعدي طبعا على الكوندنسر، ومن الكوندنسر ده هنا عند 10 كيلو باسكال، وبيطلع دايما ساتوريتد ليكويد، لازم اعديه على بامب وارفع الضغط بتاعه للضغط بتاع الاوبن فيد ووتر هيتر. خلينا نجيب الاوبن فيد ووتر هيتر كده شويه. ارفع الضغط للضغط بتاع الاوبن فيد ووتر هيتر يعني من 10 كيلو باسكال لكام؟ ل800 كيلو باسكال. رفعته، هيحصل ميكسينج بقى للفيد ووتر اللي داخله عند 800 كيلو باسكال، وللستيم اللي انا اخده من هنا عند 800 كيلو باسكال، وبعدين باخده ادخله على بامب واطلعه على مين؟ على البويلر، تمام. نبدا بقى نحط نرقم. دايما ببدا باللي هو البوينت واحد اللي بتبقى طالعه من الكوندنسر، وبعدين بعد البامب بتبقى اتنين، وبعدين تدخل الاوبن فيد ووتر هيتر وتطلع في صورة تلاتة. ده دايما بيكون ساتوريتد ليكويد. باخده اعمل له بامبنج للبويلر بريشر، دي بقى اربعة، واجي هنا خمسة، واجي هنا الستيت دي سميها ستة،
لان خد بالك الستريم ده اتقسم لحاجتين، اتقسم هنا حبة راحوا هنا وحبة كملوا لتحت، لكن حالة الستيم واحدة. انا عملت سبليتنج بس حالة الستيم ايه يعني، هنا ده ستيت 6 وده كمان ستيت 6. الحبة اللي هيحصل لهم اكستراكشن للاوبن فيد ووتر هيتر هسميهم ام، تمام؟ يبقى الحبة اللي راحوا على الاوبن فيد ووتر هيتر سميناهم ام. وبعدين يبقى اللي هيروح يحصل له ري هيتنج هو 1 ناقص ام. بعد ما يروح للبويلر ويحصل له ري هيتنج يطلع من الموضوع ده، هو طبعا كميته هتفضل 1 ناقص ام، ولكن هنديله رمز جديد لان حالة جديدة فهنسميه 7. وبعدين 7 ده هيدخل على اللو بريشر تربين ويطلع في صورة ايه، 8. 8 تدخل تاني على الكوندنسر وهكذا. تمام، اول بوينت بنبدأ شغل بيها هي البوينت اللي بطلع بيها من البويلر، بوينت 5. الكلام ده ليه؟ علشان لو جيت ارسم التي اس دايجرام، انا هنا معايا 3 مستويات من الضغط. اول مستوى اللي هو اعلى واحد اللي هو بتاع 10,000 كيلو باسكال، وعندي تاني مستوى اللي هو عند 800، وعندي تالت مستوى اللي هو اللي تحت خالص بتاع مين، الكوندنسر اللي هو 10. يبقى ده عند 800 وده عند 10 وده اللي فوق 10,000. عندي في بوينتس معروفة خلاص من غير ما اعمل فيها اي مجهود. بوينت واحد بتطلع ساتيوريتد ليكويد عند الكوندنسر بريشر، هذا بوينت واحد. بوينت اتنين انا رفعت ضغطه لغاية الايه، 800 بطريقة ايزنتروبيك، يبقى خط رأسي وطلع من هنا، دي بوينت اتنين. بعد كده خط الرأس ده طبعا هيتقاطع مع الخط الممثل للضغط 800 كده، يبقى دي نقطة 2. بعد كده عملنا ايه، دخل على الاوبن فيد ووتر هيتر وطلع على وطلع ساتوريتد ليكويد عند 800، يبقى دي بوينت 3. طيب عند بوينت 3 اخدت ورفعت الضغط بتاعه لبوينت 4، ده برضو خط رأسي عند التقاطع مع الخط بتاع الضغط اللي فوق، دي بوينت 4. طيب بوينت 4 تدخل على البويلر وتطلع في صورة بوينت 5، فبوينت 5 هي اللي خارجة من البويلر، وببقى عايزة اعرف هي هتخرج في انهي صورة، هل هي ساتوريتد ليكويد ولا سوبر هيتد ولا ايه. فاول حاجة ببدأ بيها هي بوينت 5. المعلومات اللي عندي انها عند قلنا 10,000 كيلو باسكال وعند 550 سلسيس. اول حاجة لازم اعرف البوينت دي فين، وبالتالي هروح اجيب التي ساتوريشن عند الضغط ده. رحت جبتها طلعت معايا ب 310.96 سلسيوس، وانا عند 550، فانا اطمنت على طول ان انا سوبر هيتد. يبقى بدخل على طول على C2 وعند الصف بتاع 10,000 كيلو باسكال والعمود 550، بروح اجيب الداتا على الجهاز على طول. يبقى اتش 5
3499.8، وإن اس 5 طلعت معايا 6.7564. تمام كده، جبت اتش 5 واس 5 وعرفت ان هي ايه سوبر هيتد، فهي موجودة هنا على الخط ده. فين بالظبط؟ لما نشوف الباقي. هنيجي بقى عند بوينت 6. بوينت 6 اللي عرفوا عنها ان هي موجودة عند 800 كيلو باسكال، وعند انتروبي بتاع 6 هو الانتروبي بتاع 5 بيساوي 6.7564. تمام، نعمل ايه بعدها؟ عرفت كده، اروح اجيب الاس في عند الضغط ده. طلع ب 6.6596 كيلو جول لكل كيلو جرام كلفن. افهم من كده ايه؟ طالما الانتروبي بتاعي اعلى من الانتروبي بتاع الساتوريتد فيبر، يبقى انا ما زلت سوبر هيتد. سوبر هيتد عند الضغط ده والانتروبي ده. طبعا ما بلاقيش قيمة الانتروبي بالظبط، وبالتالي بعمل ايه؟ بشوف القيمة قبلها والقيمة بعدها واعمل انتربوليشن. نحط هنا الاس ونحط تحتها الاتش. 6.6851، ودي زي ما هي القيمة اللي هنا 6.8148. طيب بالنسبة للاتش نفس الكلام، دي الداتا بتاعتها موجودة، دي اتش 6 اللي انا عايزة اطلعها، و دي القيمة الأخيرة. طيب نعمل انتربوليشن ازاي؟ عشان برضو لو في حد لسه مش متابع، بقول اتش 6 ناقص 2778.8، الكلام ده على 2838.6 ناقص 2778.8. تمام، الكلام ده هيساوي ايه؟ هيساوي اللي بدل اتش 6 هياخد اللي فوقيها اللي هي 6.7564، والكلام ده هيساوي ناقص 6.6851 على الفرق الكبير بقى 6.8148 ناقص 6.6851. نجيبها من هنا بالتعويض وتطلع معايا ان اتش 6 بتساوي 2811.7 كيلو جول لكل كيلو جرام. تمام كده جبنا بوينت 5 وبوينت 6 طلعت سوبر هيتد عند الضغط بتاع 800. يبقى كده اقدر احط بوينت 5 وانزل بخط رأسي اجيب بوينت 6. تمام، اللي وراها بعد ما جبنا اتش 6 عايزين نجيب بوينت 7. ناخد بالنا من حاجة، 6 دي طالع منها قلنا 2 ستريم، في الستريم ام اللي احنا قلنا هيدخل على مين؟ على الاوبن فيد ووتر هيتر ده،
الستريم ام، تمام. وفي بقى عندي الستريم واحد ناقص ام، ده لسه هيحصل له سوبر هيتنج، لما اجيب بوينت 7 هعرف احط ايه مكانه فين بالظبط، هو هيبقى طالع لفوق لان هيحصل سوبر ايه هيتنج. نوسع نفسنا شوية. ماشي نكمل. يبقى نجيب بوينت 7 معلوماتي عنها ايه؟ انها موجودة عند تمنمية كيلو باسكال، وعند درجة حرارة 500 سلسيس. يبقى دي عند درجة حرارة أقل من الأولانية، يعني بوينت 7 درجة حرارتها المرة دي أقل من بوينت 5، مش زي كل مرة لما كنا بنعمل ري هيتنج كانوا دايما بيطلعوا لنفس الدرجة، لا هنا مختلفين. هنا مش محتاج ان انا ادور على التي ساتوريشن، اذا كانت 6 نفسها سوبر هيتد يبقى معنى كده ان 7 كمان سوبر ايه هيتد. طيب سوبر هيتد يبقى اروح على طول على الصف بتاع ال 800 كيلو باسكال، العمود بتاع ال 500، واروح اجيب بطريقة دايركت اتش 7 و اس 7. تمام جبتهم على طول من الايه من الجدول. بعد ما جبت بوينت 7 بعمل ايه؟ هجيب بوينت 8. بوينت 8 هي موجودة عند الضغط 10 كيلو باسكال، و اس 8 هو هو اس 7، هتساوي ايه؟ 7.8 ستة سبعة تمانية كيلو جول لكل كيلو جرام كيلو. ماشي بقى هروح اجيب برضو الاس في علشان اعرف مكان بوينت 8 فين، هل هي طلعت على الساتوريشن لاين، هل هي سوبر هيتد، هل هي ميكسشر ما بين الساتوريتد ليكويد والساتوريتد فيبر. يبقى ده لازم اعرفه من قيمة الاس في. لقيت الاس في ب 8 بوينت 1511 كيلو جول لكل كيلو جرام كلفن، تمام. ده معناه ايه؟ طالما بتاعتي اقل من الساتوريتد فيبر، واكيد طبعا هتطلع اعلى من بتاعة الساتوريتد ليكويد اللي احنا كده كده هنحتاجها، اللي احنا لسه هنحتاجها علشان نطلع الاكس بي. تمام يبقى معنى كده انها طلعت ميكستشر من الساتوريتد ليكويد والساتوريتد ايه فيبر، تمام. طلعت ميكستشر ما بين الساتوريتد ليكويد والساتوريتد فيبر. نعمل ايه بقى؟ زي كل بوينت بنفس الظروف بنروح نعوض بالقيم ونطلع اكس في، وبعدين اخد اكس في اعوض بيها في الاتش وطلع قيمة ال H 8. ماشي يبقى بنعوض، هنكتب بالقيمة بتاعتنا 7.8678 هتساوي الساتوريتد ليكويد 0.6493،
زائد نكتبها تحت بس عشان المساحة، اكس في 8 مضروبة في 8.1511 ناقص 0.6493. نطلع من هنا اكس في 8 هتطلع معاك ب0.962. تمام، بعد ما عملنا الكلام ده قلنا هنعوض يلا عشان نجيب اتش 8. هروح على الجدول واجيب اتش بتاعت الساتيوريتد ليكويد، هتطلع ب191.832 زائد اكس في اللي انا طلعتها مضروبة بفرق الفيبر ناقص الليكويد. تطلع معايا بكام؟ 2493 0.9 كيلو جول لكل كيلو جرام. جبنا كده اتش 8 0.1. احنا خلصنا الناحية دي، ممكن نرسمها بقى. اللي اعرفه دلوقتي ان 7 اقل من 5، ولازم تطلع لي ميكستشر ما بين الساتوريتد ليكويد والساتوريتد فيبر. وبعدين نرجع الكوندنسر وهكذا، يبقى 0.7 فوق اهي، 0.8 اهي، ورجعنا مرة تانية. طبعا اللي ماشي هنا ده 1 ناقص m، 1 ناقص m. تمام، 0.1 اللي اعرفه ان هو عند 10 كيلو باسكال، وانه ساتيوريتد ايه ليكويد. من المعلومات دي يبقى اتش 1 هتبقى 191.832 كيلو جول لكل كيلو جرام. وبجيب معاها الفي 1 علشان نجيب البامب وورك، بيطلع ب1.01 times 10 power negative 3 متر كيوب لكل كيلو جرام. تمام، جبنا بعدها 0.2 بطريقة مباشرة جدا. بقول ان اتش 2 هتساوي اتش 1 زائد بي 1 زائد في 1 بي 2 ناقص بي 1. اتش 1 مكتوبة عندك فوق اهي، الفي 1 بحط مكانها اهي برضو 1.01 × 10^3. نيجي على البي 2 اللي هو 800، والبي 1 اللي هو كام؟ 10. حلو الكلام. طلع بقى من هنا اتش 2 تطلع لك 192.63 كيلو جول لكل كيلو جرام. وبعد كده ندخل على بوينت ثلاثة ساتيوريتد ليكويد عند الضغط 800. نفس الكلام اللي عملناه مع بوينت 1 بنعمله مع بوينت 3. يبقى بوينت 3 هي عبارة عن ساتيوريتد ليكويد عند 800 كيلو باسكال. هنروح يبقى اتش 3 هلاقيها على طول 720.935، بجيب معاها في 3 متر كيوب لكل كيلو جرام. جبت بوينت 3 اتش 3 وفي 3، اروح اجيب بوينت 4 لانها بتيجي منها زي ما عملنا مع 2 و1.
يبقى اتش اربعة هتساوي اتش تلاتة زائد في تلاتة في بي اربعة ناقص بي تلاتة. طبعا اتش تلاتة وفي تلاتة مكتوبين عندك في السطر اللي فوقيه. نجيب بقى بي اربعة بكام؟ بي اربعة دي عند الهاي بريشر، يعني هنا بنحط 10,000، وهنا بي تلاتة ده كان عند 800. طلع اتش اربعة تطلع 731، بوينت 193 كيلو جول لكل كيلو جرام. كده خلصنا كل النقط اللي عندك. فاضل لي ان انا اشتغل على الاوبن فيد ووتر هيتر علشان اعرف قيمه ام، لان بيعتمد عليها الورك نت والافشنسي والكلام ده، فلازم اعرف ام قد ايه علشان اعرف اكمل المساله. تمام، قلنا نعمل انرجي بالانس على الاوبن فيد ووتر هيتر. تمام، الاوبن فيد ووتر هيتر ده زي ما انتم شايفين كده، دخله بوينت اتنين اللي هي كميتها قد ايه؟ واحد ناقص ام، ما هو اللي ماشي هنا واحد ناقص ايه؟ ام. يبقى واحد ناقص ام في اتش اتنين، ودخلها ايه تاني؟ اللي جاي من فوق ده ام في اتش ستة، هيساوي هنا بقى هما الاتنين اتجمعوا، واحد ناقص ام مع ام هيديني واحد، يبقى الواحد كامل مضروب في مين؟ في اتش تلاتة. نعوض بقيم اتش اتنين وستة وتلاتة اللي احنا جبناهم ونطلع قيمة الام. طلعت معانا بالقيمة دي. يفضل لي ورك نت، وليها طريقتين اجيب بيها الورك نت، يا اما اقول ورك بتاع التربين ناقص الورك بتاع البامب، وبالتالي هنا عندنا اتنين تربين، يبقى الورك اللي حصل في التربين الاولى زائد الورك اللي حصل في التربين التانية اللي هو الهاي بريشر تربين واللو بريشر تربين، ناقص وورك عندنا برضو اتنين بامب اللي حصل في البامب الاولى ناقص الورك اللي حصل في البامب التانية. تمام، دي طريقة من الطرق، يا اما اجيبها بكيو هوت ناقص كيو كولد، اختار الطريقة اللي تريح. تعالى نحلها المرة دي بان هي ورك التربين ناقص ورك البامب. لو عملنا كده هنقول ان ورك نت بتساوي ورك التربين الاولى اللي هي من خمسة لستة، يعني عبارة عن ايه؟ وكان هنا كل الكمية ماشية فيها، يبقى دي عبارة عن اتش خمسة ناقص اتش ستة، دي اول تربين. التربين التانية من سبعة لتمانية، وكان الكمية اللي ماشية فيها واحد ناقص ام، بزائد واحد ناقص ام مضروبة في ايه؟ في اتش سبعة ناقص اتش تمانية. تمام، اشيل بقى الورك بتاع البامب الاولى اللي هي من واحد لاتنين، يبقى هنشيل الورك بتاع البامب الاولى من واحد لاتنين، كانت واحد ناقص ام هو اللي ماشي، يبقى واحد ناقص ام في اتش اتنين ناقص اتش واحد، ونشيل البامب التانية اللي هي من تلاتة لاربعة، ودي كانت للكمية كلها بعد ما اتجمعت، يبقى اتش اربعة ناقص اتش
تلاتة. طيب تعالى نجيبها بالطريقة بتاعت انها كيو اتش ناقص كيو سي. كيو اتش يعني مين؟ يعني اتش خمسة ناقص اتش اربعة في واحد واجمع عليهم اتش سبعة ناقص اتش ستة بس في واحد ناقص ام تمام. ده كده الكيو هوت ناقص كيو كولد اللي هي واحد ناقص ام مضروبة في ايه؟ اتش تمانية ناقص اتش واحد. تمام زي ما احنا شايفين الطريقة دي لحد ما اقصر من دي، بس كده معاك الطريقتين. تمام هنا جايبينها بالطريقة بتاعت الورك بتاعت التربينز نايس ورك البامبس، وهنا جبناها بالطريقة بتاعت كيو هوت نايس كيو كولد. في الحالتين هتطلع معاك نفس القيمة 1464.5 كيلو جول لكل كيلو جرام. تمام بعد ما جبنا الورك نت نروح بقى نجيب الماس فلوريد بتاع الستيم. الماس فلوريد بتاع الستيم بيساوي ورك نت توتال على الورك نت سبيسيفيك اللي احنا جبناها فوق دي السبيسيفيك، يعني 80,000 مقسومين على ورك نت اللي احنا جبناها اربعة وخمسين بوينت ستة تلاتة كيلو جرام في السنة. بعد ما جبنا الماس فلوريد بتاع الستيم تعال نجيب بقى الافيشنسي اخر مطلوب عندنا. الافيشنسي هتساوي ورك نت على كيو اتش، نحطهم هما الاتنين سبيسيفيك وايه ونخلص. ورك نت لسه جايبينها 1464.5 على كيو اتش اللي هي كانت اتش خمسة ناقص اتش اربعة اللي هي قيمتها 3499.8 ناقص اتش اربعة 731.193 زائد واحد ناقص 0.202 في 3480.5 ناقص 2811.7. قلنا كل ده هي مين؟ قيمة الكيو اتش. تمام تطلع معايا بقى ان الافيشنسي هتساوي 0.4435 يعني كبرسنتج بتساوي 44.35%.